وقت ما تم تصعيدك من قبل الكابتن الراحل الكبير كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه، وانت يعني بينافس في المركز ده اتنين من اساطير حراسه المرمى في عالم كره القدم المصريه، كابتن اكرامي شحات وكابتن احمد شوبير والكابتن ثابت البطل وكابتن الله يرحمه كمان لحقته في الاول. لا انا قعدت مع الكابتن ثابت حوالي 7 سنين لان هو اعتزل متاخر، يعني كابتن اكرامي الاول والكابتن هاني طبعا كان معانا في الوقت ده. الكابتن اكرامي اعتزل الاول سنه حوالي 87 اعتقد، وبعد كده الكابتن ثابت بقيت انا والكابتن ثابت والكابتن شوبير. طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك، انا ما كنا حتى نطلع بس نتمرن مع الناس دي، احنا كنا يعني مش عارف احنا كنا فين، يعني بعد ما بروح البيت مش عارف انا كنت فين حقيقه، يعني لاني من الناس دي كنا بنتفرج عليهم من وانا عندي 10 سنين بتفرج عليهم ان انا بتمرن معاهم. ويعني حاجه رائعه، يعني انا كنت مبسوط جدا، يعني رغم ان انا ما لعبتش كتير كحارس مرمى، لعبت مباريات بس مش بنفس القدر بتاع اللي هم لعبوا بيه. فانا كنت سعيد جدا ان كان معايا كابتن اكرامي وكابتن ثابت وكابتن شوبير، وانا الوحيد من الناس دي الحراس المرمى اللي بعدي ان هم عصروا الثلاث حراس دول. طب انت كنت محظوظ ولا لا؟ يعني انا كنت محظوظ جدا، يعني ناس كتير جدا بيقولوا لي لا انت ما كنتش اكيد، وانا كمان مش شايفه كده. لا مش ما لعبتش، انا قصدي يعني اكيد في وجود نجوم كبار زي دول الطريق لم يكن مفروشا بالورود، هو الطريق كان مقفول خالص. يعني انما انا اقول لحضرتك ان انا كنت محظوظ جدا ان اشتغلت مع اثنين او ثلاثه، الثلاثه حراس مرمى الموجودين انا استفدت منهم كتير وعلموني ازاي اتعامل في الحياه مع الناس، وازاي انا اما اجي العب كوره او اتعامل مع الجمهور او اتعامل مع الصحفيين او كده. لا مدرسه تانية خالص، الثلاثه بصراحه مدرسه رهيبه جدا حقيقه. يعني الكابتن هاني كان مزاملنا في الوقت دوت، وهو برضه هو عارف الكلام ده، لان بصراحه الكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن شوبير من اعظم حراس جم في تاريخ النادي الاهلي بالامان. يعني طبعا مع احترامي طبعا انا بتكلم عن اللي انا شفتهم، انما الناس اللي قبلينا كابتن عبد الجليل وكابتن عادل هيكل من الناس طبعا اللي هي العظام جدا، بس انا بتكلم عن الناس اللي انا شفتهم. طبعا كابتن عصام الحضري بعديهم، يعني في ناس كتير جدا لعبت في النادي الاهلي، بس انا شايف ان الثلاثه دولت يعني بصراحه لا مدرسه تانية خالص. اكيد كمان يا كابتن ايهاب لو بتتكلم ان هم يمكن كانوا يعني عقبه وعقبه صعبه للمشاركه على مستوى كبير مع النادي الاهلي، لكن اكيد على المستوى زي ما بتتكلم على المستوى الشخصي وعلى المستوى كمان انت بقيت مدرب، فاكيد كمان ده خدت الخبرات من خلال يعني وجودك مع عمالقه زي دول في النادي الاهلي، انك استفدت على المستوى الشخصي واستفدت على المستوى المهني، انك بقيت عارف بالظبط العوامل النفسيه. خلينا نتكلم على الفنيات، الفنيات بتتغير لكن العوامل النفسيه، وان تتكلم على ثلاثه كل واحد ليهم شخصيه، تتكلم على كابتن ثابت البطل ليه شخصيه معينه، كابتن اكرامي ليه شخصيه، كابتن شوبير، وبالتالي استفدت انت كمان على المستوى المهني. يعني والله يا كابتن هاني بص حضرتك انا استفدت من الثلاثه دولت، يعني لو تكتب مجلدات عليهم صدقيني يعني ما حدش، يعني انا كنت محظوظ جدا انا كنت مع الثلاثه دول، لاني انا ما لعبتش كتير اي نعم، انما كان الكابتن هاني كان معانا كمان، كنا كلنا مبسوطين، كلنا فرحانين، حتى اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش كنا مبسوطين جدا. يعني الكابتن هاني لعب اساسي كتير جدا مع النادي الاهلي، لعب مع الكبار، يعني انا مع احترامي يعني انا عاصرت الكابتن خطيب، لعبت مع الكابتن خطيب حوالي 4 سنين، وكنت في المباراه النهائيه بتاعت كوتوكو اللي احنا لعبناها في استاد القاهره كانت فيها 100,000 متفرج اللي الكابتن خطيب جابها، انا كنت احتياطي في المباراه. فانا استفدت كتير جدا من الثلاثه، والثلاثه انا اتعلمت منهم حاجات كتير حقيقه يعني للامانه، يعني فدي اللي خلتني زي ما الكابتن هاني بيقول كده ان انا خلتني اعرف اتعامل في الحياه، لان برضو بعد كده رحت لعبت بره النادي الاهلي، رحت لعبت في المانيا، قعدت في المانيا، درست في المانيا، فالحاجات دي هي اللي مخلياني الباك جراوند بتاع اللي انا اتخدته من الثلاث حراس دولت بصراحه هم هي اللي موقفاني لغايه دلوقتي على رجلي في المشوار اللي انا بشتغله دلوقتي. فالحمد لله، يعني انا بصراحه كنت محظوظ جدا 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 الامانه، يعني وراضي كمان، شكلك راضي جدا. يعني لا ازاي انت تتمرن مع كابتن ثابت البطل، ده شيء خرافه حقيقه، يعني كابتن اكرامي خرافه، يعني مدارس كبيره جدا، وانا بقول طول عمري وكابتن شوبير نفس الكلام، اللي ما اتمرنش مع الثلاثه دول وما شافش الثلاثه دولت ما شافش حراس مرمى، ما عرفش يعني ايه حراسه المرمى حقيقه. دي حقيقه يعني ده ودايما سهام مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي دايما على مر العصور ومر السنين ان دايما كلهم على مستوى رائع جدا، وكل منتخبات مصر في السنين اللي فاتت يبقى العنصر الاساسي هو عنصر حراسه المرمى من النادي الاهلي.